شوفي ليش دقيت لي؟ ها؟ انت ما بتحب شيرلي؟ ما بدك يعني اتزوجها؟ واخيرا عرفت هذا الشيء؟ قديش كنت عم حاول فهمك هذا الشيء. هي شيرلين ما بتناسبك ابدا، هي ما بتناسب حدا. ما لازم تتزوجها، اذا تزوجتها ما رح تقدر تتراجع عن هذا الزواج ورح تتورط اكيد. هلا بتقدر تتراجع. يعني اتزوج بريتا؟ تسمح لي؟ معلش اتزوجها؟ كيف؟ انت ليش عم تجيب سيرة بريتا هلا؟ كيف بدك تتزوجها؟ اوه انا اسف، راح عن بالي انك ما بتحب بريتا كمان، مشان هيك ما بقدر اتزوجها. اسف. لك كان قلي مين لازم اتزوج. يلا خلي بريتا برات الموضوع. تماما، انت كنت رح تقلي نفس هذا الكلام. اذا كنت بدي اتزوج بريتا رح تقول انها ما بتناسبني ابدا وانها مو منيحه لالي ونحن ما فينا نكون لبعض بحياتنا كلها. بريتا كتير مختلفه، لا تجيب سيرتها. انا كنت عارفان انك ما بتحبها لشيرلين ومن اول يوم شفتها فيه، وحتى بريتا كمان انا بعرف انك ما بتحبها بنوه. رح خبرك شغله مهمه، اذا بدك تتزوج فاذا بتفتل الدنيا كلها ما رح تلاقي بنت احسن من بريتا كارا. مزبوط، بس خلي بريتا برات حديثنا. ليش؟ خلافي معها بخصني الي. عن جد؟ من امتى كان خلافك مع بريتا مساله شخصيه؟ ما بعرف، بس ما بدي اياك تحكي عنها. ليش؟ لانه مختلفة عن الكل ومميزة. هي مميزة؟ ليش ما شفتها؟ إنها مميزة من قبل. ما كنت حبها من قبل. هاد قصدي تماما، هاد يلي بدي قلك ياه. أنت ما كنت تحب بريتا من قبل، بس هلأ صرت بتحبها كتير لأنه أخذت وقتك. كانت تجي على بيتنا وتدير بالها على الكبار، كانت دائما بتحكي الحق وتتفق معك، ومشان هيك الموضوع بياخد شوية وقت كارن. هيك القصة. أنت ما بتحب شيرلين هلا، بس يمكن تحبها بالمستقبل. هي مانا سيئة، مانا سيئة أبدا. حاش تستفزني وتحكي هيك، هي البنت سيئة كتير وفي فرق كبير، مانك ملاحظ؟ يعني هذا السبب اللي خلاك تزعجها؟ شو؟ يلي صار ما كان حادث أبدا، أنا عندي عيون وشفت اللي صار وما حكيت. أنت كنت السبب اللي صار، صح الحكي؟ ما فيك تقلل من احترام حدا هيك. انت كسرت لها قلبها وحاولت تمنع الزواج. تعرف شو يعني الزواج للبنت؟ هاد شي مهم لها. كل بنت بيكون عندها حلم انها تتزوج من شاب لطيف واهله مناح وعائلته كلها محترمه، وشيرلين كمان بدها نفس الشي، صح ولا لا؟